مرحبا، أنا الدكتور عمر العبيدي، أعمل كأستاذ مساعد بجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا. المساق الذي أود التعريف به هو يعتبر من أهم المساقات في مجال القدرة والطاقة، وهو مساق اقتصاديات أنظمة القدرة. وأعزو سبب ذلك لحداثة هذا المساق رغم قدم فرعيه الاقتصاد والطاقة. لقد وجد من الناحية النظرية وأيضا العملية أنه من الصعب جدا أو من غير المجدي دراسة هذه العلوم كعلوم منفصلة، أقصد الاقتصاد والطاقة. يجب بناء على ذلك دراسة تأثير الاقتصاد على الطاقة، وكيف أن الطاقة ممكن أن تحصر اقتصاد بلد معين في زمن معين أو في فترة تشغيلية معينة. يقوم هذا النظام على مفاهيم متقدمة جدا في الرياضيات والفيزياء التي تعمل على نمذجة تأثير الاقتصاد على الطاقة، وكيف أن الطاقة فيزيائيا تؤثر على الاقتصاد أو تحصر سلوكه في نطاق معين. الكهرباء أو الطاقة ينبغي النظر إليها كسلعة يتم تسويقها بناء على آلية معينة تعمل بها أسواق الطاقة. ولكن على سبيل المثال، ما هو الفرق بين برميل النفط كسلعة والكيلووات ساعة كسلعة للكهرباء؟ أو ما هو الفرق بين شبكة الكهرباء وشبكة الغاز؟ أو لنكن بشكل أدق نقول، ما هو الفرق بين القيمة الحرارية calorific value للوقود سواء كان فحم أو غاز أو نفط، وبينه وبين القيمة الكهربائية للكيلووات ساعة؟ الفرق كبير جدا بين النفط كسلعة وبين الكهرباء كسلعة، حيث أن النفط بإمكاننا تخزينه بكميات هائلة ليوم ما، وبإمكاننا تسويقه لمستهلك معين برا أو بحرا، بينما الكهرباء يتم استهلاكها بشكل مباشر بمجرد تدفقها إلى الشبكة، ولا يمكن تخزينها بعد أن تدفقت إلى الشبكة، وكذلك لا يمكن توجيهها للمستهلك المعين إذ أنها يتم تجميعها في منظومة القدرة أو الباور سيستم عن طريق الإلكتريسيتي بولينج أو تجمع الكهرباء. فبناء على ذلك لا يتم تخزينها بعد تدفقها في الشبكة، ولا يمكن توجيهها لمستهلك معين، حيث أن المستهلك سواء كان مستهلك صغير في الأحمال السكنية أو مستهلك كبير في المصانع يستهلك الكهرباء في الآن واللحظة بمجرد فتح المفتاح أو تشغيل المعدل الكهربائية الإلكتريكال أبلاينسز. تنقسم هذه المادة أو هذا المساق إلى عدة أقسام أو إلى سبعة أقسام، منها الإرسال الاقتصادي Economic Dispatch، التزام الوحدة Unit Commitment، المشاركة في أسواق الطاقة Participation in Electricity Markets and Electricity Markets، بعض الأساسيات في علم الاقتصاد Basics of Economics، Security and Ancillary Services، خدمات الأمان والخدمات الإضافية، وكذلك Finally عملية الاستثمار في التوليد.